لا تزال المخاطر الإرهابية تحدق بأهالي نينوى، خاصة بعد الهجمات الأخيرة التي نفذها عناصر داعش في جنوب الموصل، فضلا عن الاغتيالات التي طالت المواطنين في بعض القرى والنواحي، بينما تواصل الأجهزة الأمنية رصد تلك التحركات وملاحقة العناصر الإرهابية من خلال عملياتها النوعية التي تكشف طرق الإرهابيين في إنشاء المخابئ والسراديب السرية. طبعا هذا بآليتين، آلية كهربائية منها من يمك مثل ما تلاحظ، باور مجرد ما يوصل باور للحائط للش اسمه لداخل اكو آلية ينفتح بها الحائط، وهذا هي ميكانيكية. نسحب الش اسمه، نسحبه الحائط راح يندفع بهذا الاتجاه شكل سكة. وأسفرت العمليات العسكرية عن كشف تحركات لإحدى خلايا التنظيم الإرهابي، فيما تم إلقاء القبض على 8 إرهابيين وكدس كبير للأسلحة داخل أحد المنازل العائدة لعوائل التنظيم. مكنوا أن يتوصلون إلى أحد المخابئ الخاصة بعناصر داعش الإرهابية ويستغلها أحد القياديين، وفي هذا المكان يعني أيضا استخدموه لتفخيخ العجلات اللي تفجرت سابقا في المثنى ومكان آخر في المحافظة. راح تشوفون هذا المكان هو بمشيرفة ضمن منطقة الهرمات، مكان مهيئ بشكل بتقنية يعني عالية، وحتى جدار مصمم بأن يتحرك بدواليب، ما قدروا أن يخفوه على الأبطال في خلية الصقور، و بعد متابعتهم وتمكنوا توصول المكان وتمكنوا أيضا أن يلقون على القبض على ما يقابل 8 أشخاص بين رجال ونساء لهم علاقة بهذه الشبكة. والأهم أنه أثروا على مواد متفجرة كانت ممكن أن تؤدي بأرواح الكثير من المواطنين الأبرياء. تجعش وسهولة تحركهم داخل المدن يحتم على القوات الأمنية إعادة النظر بطبيعة الخطط الموضوعة لملاحقة تلك المجاميع والحد من نشاطاتها للحفاظ على الاستقرار الأمني. أنس الشرقي من الموصل، قناة الرشيد الفضائية.